أوكي. السلام عليكم. اليوم في إطار فعاليات مؤتمر ويكي عربية 2019 في مراكش عندنا حلقة حول نقاش مع الإداريين بويكيبيديا باللغة العربية. فمعنا اليوم الأخ مصعب من الأردن، معنا علاء فلسطين، ومعنا كذلك حلمي من تونس. فنحب أن نستغل هذه الفرصة لكي أولاً نشكرهم على تقبلهم النقاش معنا، وستكون حلقة تفاعلية سنحاول فيها طرح كل الأسئلة التي عندنا، سواء هنا الناس الحاضرين أو الناس الموجودين على لايف فيسبوك من عند زميل نجيب، حتى نستطيع توضيح يعني بعض النقاط التي يطرحها العديد من الناس عادة حول ويكيبيديا والإشكاليات المتعلقة بالضبط بالمقالات ولماذا تحدث في المقالات وكيف يجب كتابة المقالة لكي تبقى وإلى غير ذلك من السياسات المتعلقة بالموسوعة. فأولاً قبل كل شيء أترك الكلمة بسرعة للإداريين لتقديم أنفسهم، وبعد ذلك نبدأ مباشرة بالأسئلة نظراً لضيق الوقت. تفضل مصعب. مرحبا، أنا مصعب بنات، طالب طب سنة سادسة بالجامعة الهاشمية، محاور إداري في ويكيبيديا العربية. بدأت المساهمة في ديسمبر 2013 وبعد ذلك تدرجت في صلاحيات، صرت محرر فإداري فمراجع، وأقوم بأعمال إدارية خاصة في مجالات النقاشات وحث المقالات والأعمال الإدارية الأخرى. مرحبا، أنا علاء، إداري في ويكيبيديا العربية وإداري في مشروع كومنز وإداري في ويكي بيانات، والمضيف العربي الوحيد في جميع مشاريع مؤسسة ويكيميديا، متواجد في ويكيبيديا من 2014 يعني تواجدي الحقيقي كان، وعندي حوالي أكثر من 400 ألف تعديل حاليا، وأنا برضو طالب طب سنة سادسة في جامعة اسكندرية. سلام، اسمي حلمي، إداري في ويكيبيديا العربية، بديت تحرير سنة 2007، ثلاث سنوات بعد يعني 2010 أصبحت إداري، يعني ممكن أي شخص بعد فترة معينة من التمرد يمكن يكون إداري لو مهتم بالأعمال الإدارية، مهتم خصوصا تسهيل عملية التحرير في ويكيبيديا العربية عبر تحسين القوالب والصور الموجودة على الموقع. شكرا. شكرا جزيلا لكم بثلاثة. فقط عندي لكي نبدأ النقاش، وقبل أن نبدأ بالأسئلة مباشرة من المجتمع من الحاضرين، أود يعني أن تعطوني بعض التوضيحات السريعة لأن ممكن أن تتكرر في العديد من الأسئلة. التوضيحات التي أود أن أعرف والتي غالبا يود الجميع أن يعرفها متعلقة بالمقالات، يعني عادة ما هو الشيء الذي يجب أن يتوفر في مقالة حتى تكون مقبولة بشكل عام، يعني مثل المصادر أو طريقة الكتابة أو ما هو يعني ملحوظية المقالة. ممكن أن تشرح هذه الأشياء للناس الذين لا يعرفون جيدا هذه الأمور. وسؤالي الثاني، أنتم في الأول يعني إداريون لويكيبيديا العربية باللغة العربية، هناك إداريون بلغات أخرى، هل هناك اختلاف؟ لأن الأشخاص مختلفين، فهل هناك اختلاف في السياسات على حسب البلدان؟ لماذا تكون هذه الاختلافات؟ هل يمكن أن تكون مقالة مقبولة في لغة وغير مقبولة في لغة أخرى؟ هذه الأسئلة الأولى التي نبدأ بها قبل بعد ذلك أن نتوجه إلى المجتمع. أي شخص تطوع يمكن يجيب. سأبدأ بالسؤال الثاني لو أمكن. في السياسات، كل لغة، كل موسوعة عندها سياسات خاصة بها. في العادة لو نسبيا نجم نقوله لـ 60% من السياسات مشتركة، لكن فيه اختلافات خصوصا في ملحوظية المقالات. لو مثلا أنشأت مقالة في حول مدرسة ابتدائية في ويكيبيديا الإنجليزية وتحب تنشر نفس المعلومة حول المدرسة هذه في ويكيبيديا العربية سيقع حذفها، نفس الشيء لويكيبيديا الفرنسية سيقع حذفها، لأن السياسة عندنا مختلفة عن ويكيبيديا الإنجليزية. قد تكون مفاجأة المرة الأولى، لكن احنا شغلنا كون نفسر لكم المشكلة أين ونفسر لكم الاختلاف بينه وبين الموسوعات الأخرى. في أسباب حقيقة لهذه الاختلاف سياسات، جيت بالمدة عن الموسوعة العربية عندها 15-16 سنة بالخبرة، لكن نصحوكم تبدأوا الكتابة ولو في مشكل احنا متواجدين لتفسير السياسات الخاصة. نعم، وفي بالنسبة تعقيبا على كلام حلمي، الاختلاف في السياسات راجع لاختلاف في المجتمعات، فسياسات ويكيبيديا تصيغها المجتمعات اللغوية، لكل نسخة لغوية مجتمع لغوي خاص بها، وهذا المجتمع هو من يحدد السياسة، لذلك تلعب عوامل مثل العوامل الثقافية، التاريخ المشترك، الأشياء اللي ممكن تكون
يعني توافقات نوعا ما في هذه المجتمعات تنعكس على ويكيبيديا، فهذا هو مرجع اختلاف السياسات. اذا بدنا نحكي على مفهوم الملحوظيه بجزء مش الكل بيعرف ما المقصود بالضبط بالملحوظيه. الملحوظيه انه معنى هذا الشخص او هذا الشيء مشهور كفايه ومعروف كفايه لدرجه ان نفرض عنه مقال على ويكيبيديا. وهناك معايير وسياسه خاصه في الملحوظيه. مثلا كوني طالب طب بتحدث على الاطباء، مثلا واحد من معايير الملحوظيه للاطباء ممكن يكون شخص فايز بجائزه نوبل مثلا، او مثلا شخص فايز بجائزه اخرى عالميه في مجال الطب، او يكتشف مثلا علاج لمرض او له اسهامات كبيره في مجال الطب. ونفس الشيء قيس على مجال الكتاب، على مجال المدن، عندنا ملحوظيه للمقالات الجغرافيه، ملحوظيه للسير الذاتيه، فالامور متنوعه. كمان في سؤال كان لانس، ايش اهم الصفات اللي لازم تتميز فيها المقال؟ الملحوظيه شيء مفروغ منه، ايضا الاستشهاد في مصادر، لانه في عندنا يعني زي خاطره في ويكيبيديا تقول لك وثق المعلومات البديهيه، يعني في عندنا سياسه تقول لك امكانيه التحقق، بمعنى اخر القارئ يقرا ينجم يقرا معلومه لازم يكون قادر على انه يتحقق منها، ففي نهايه كل جمله يفترض ان يكون هناك مصدر يحيل اليه، يحال القارئ اليه ليصل ليتاكد من صحه المعلومه. اذا كانت معلومه من غير مصدر مثلا خلال 20 يوم تحذف، اذا ما كان مصدر، اذا كانت خلافيه تحذف في ذات اللحظه. فبشكل اساسي هو موضوع الملحوظيه، موضوع الاستشهاد في مصادر، وفي بعض الاحيان الترتيب في الويكي. نقطة بسيطة بداية بس بدي أوضحها، يعني الفكرة الأساسية ممكن مش موجودة عند الجميع أو لاحظتها في المؤتمر خلال المؤتمر. البعض عنده الفكرة أن الإداري له سلطة أعلى من الآخرين، طبعاً الفكرة بالضبط كان بالكامل، الإداري كان محرر مثله مثل الآخرين، مجرد طبعاً هو يستمر كمحرر، هو محرر، ولكن حصل على صلاحيات إضافية لي، يعني هو منفذ لأمر المجتمع، يعني يعتبر هو غير متسلط، ويكيبيديا غير مبنية على المركزية، الإداري غير قادر على التصرف يعني أو أخذ التصرفات أو القرارات بنفسه الإداري، يعني بالنهاية في النقاشات حتى الإداري يعامل معاملة الغير، يعني رأي الإداري ليس مفضل لأنه إداري، لا، رأي الإداري رأيه كرأي أي محرر آخر في الموسوعة. الفرق بين المحررين بيعتمد على الخبرة، يعني في محررين بويكيبيديا ليسوا إداريين وهم محررين من حوالي 15-14 سنة، أراهم تؤخذ في بعض النقاشات أكثر من باقي الإداريين، بالرغم هو مش يعني ليس إداري، وبنفس الوقت لا يطمح للحصول على صلاحية إداري. هاي النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية اللي بدي أوضحها بشكل بسيط، السياسات شيء والواقع شيء، يعني عشان نكون واضحين، السياسات المكتوبة في ويكيبيديا سواء العربية أو غيرها من اللغات ليس شرطاً المكتوب في السياسة ويكون مطبق لأسباب كتير، يعني لأنه أنتم عارفين يعني دائماً نحكي إحنا المكتوب غير عن الواقع من التطبيق، يعني لما تجي تطبق راح تلاقي الأمور أصعب يعني في التطبيق. فهذا اللي خلق عند الناس نوع يعني من إنه زي ما حكيت، يعني الناس صار عندها إشكال إنه كيف بدي أعرف المكتوب صح، المقال مش صح، والكلام هذا. إحنا دائماً بنقول للناس من البداية ويكيبيديا مبنية على 5 ركائز، هاي ركائز ويكيبيديا الأساسية بالكامل، وهي موجودة بصفحة ويكيبيديا موضحة بنقاط بسيطة، يعني بكلمات بسيطة موضحة. التزم بالركائز الخمسة راح تلاقي إنك تلقائيا التزمت بسياسات ويكيبيديا، يعني سياسات ويكيبيديا يعني ليست إعجاز، يعني سياسات ويكيبيديا أيوة انبثقت عن هاي الخمس ركائز الأساسية في ويكيبيديا. هذا اللي بدي أوضحه. يعني إضافة بسيطة، دائما في قاعدة في تقول لك الإداري ليس آمرا ناهيا إلا وفق السياسات، فالسياسات هي الفيصل بيننا وبين المستخدمين جميعا، ما فيش مكان مساحة للآراء الشخصية للإداريين، قد يبدي الإداري رأيه الشخصي لكن رأيه الشخصي غير ملزم، الحكم بيننا وبينك السياسات، لأنه إذا ما كانش في شيء مستند له حتى نحكم في مسألة هون احنا تصير الأمور عشوائية. نود أن نقدم إداري التحق بنا متأخر، محمد عودة، فتفضل قدم نفسك. أنا محمد عودة، إداري في ويكيميديا العربية، مؤسس مجموعة ويكيميديا، مستخدمي ويكيميديا في مصر. بس هذه تعريف بسيط لي. عندي سؤال إليك محمد عودة قبل أن ننتقل إلى أسئلة الحضور وأسئلة الفيسبوك. سؤالي إليك يا محمد عودة، أنت مصري مقيم في مصر. نعم. أنا كمغربي لما أكتب مقال حول مغني مغربي يغني باللغة الأمازيغية مثلا، كيف أنت تعرف أن هذا الشخص عنده الملحوظية؟ لأنك أنت بشكل أو بآخر يجب أن تقرر، ولا يوجد إداريين كثر في المغرب.
فبالتالي هذا الامر صعب، ولكثير من الناس هنا في المغرب يقع لهم هذا المشكله انهم ياتون عندي ويشتكون. انا لست اداري ولكن انا محرر، فيقولون لي انس لقد قام احد الاداريين بحذف مقال حول مغني، وفعلا ذلك المغني يكون معروف في المغرب، ولكن انت طبعا كمصري لم تسمع به من قبل ومن حقك يعني، فكيف تقررون في هذا الامر؟ فعلا الموضوع بيبقى صعب شويه، بس اولا بحاول اشوف مستخدمين مغاربه اخذ رايهم، هل الشخص ده يستحق ان تكون له مقاله في ويكيبيديا، ثم بعد ذلك ابحث على الانترنت هل في مصادر كافيه للتعريف بهذه الشخصيه، هل هذه الشخصيه تحقق الملحوظيه، بس وهكذا نحدد هل نقبل هذه المقاله ام لا. حاضر، اذا كملخص الاداري ليس شخص يعرف كل شيء، يعني الاداري يتاكد فقط هل تتوفر مصادر، هل تتوفر معلومات لكي يكون هناك مقال ويكيبيديا، وكذلك لكي يعرف هل مقال ويكيبيديا يستوفي الشروط التي يجب ان تكون. شكرا. سؤال الى نجيب، انت عندك اسئله في الفيسبوك ولا اذا كانت اسئله؟ ومرحبا بولاء كذلك اداريه معنا كذلك من مصر، مرحبا بك ولاء تفضلي. المهم نجيب اذا عندك اسئله من الفيسبوك تفضل. نعم موجود عدد من الاسئله، ولكن عندي انا سؤال لي تكرر كذلك الكثير في الفيسبوك، وهو السؤال حول اذا نريد ان نسال، ربما انا اخترع هذا المصطلح من عندي، ولكن حكمات الحقيقه، فيعني كيف هناك عدد من المقالات التي مليئه بالاراء، هي يعني الاراء الشخصيه، بينما الكتابه الموسوعيه المفروض ان تكون كتابه اللي هي موضوعيه. فكيف ما هي الميكانيزمات التي عند ويكيبيديا للتاكد، يعني هل هناك هرم؟ لان غالبا يكون مثلا انا ذهبت الى صفحه معينه وكتبت رايي شخصي لا يستند الى اي، بمن اعني مراجع، ربما قد ادرج مرجع فعلا ويكون المرجع نحو صفحه اخرى، ولكن الصفحه الاخرى او الموقع الاخر هو موقع اراء وليس موقع حقيقه موضوعيه. فما هي الميكانيزمات التي عندكم في ويكيبيديا لاداره الحقيقه في ويكيبيديا؟ شكرا. احنا في عندنا سياسه او صفحه تسمى دليل الاسلوب، دليل الاسلوب هو يشرح كيف يمكن كتابه المقاله بطريقه موضوعيه وموسوعيه من بعيدا عن الاراء، وفي عندنا سياسه اخرى تساعدنا في الحكم على المواقع التي يضعها المستخدمون او يستشهد بها المستخدمون كمصادر، وعندنا تراتبيه في المصادر، فهناك مصادر اوليه وهناك مصادر ثانويه وهناك مصادر ثالثيه، طبعا المصادر الثالثيه والثانويه هي الافضل من المصادر الاوليه، المصادر الاوليه مثل اخبار صحفيه يقول لك انا اطلعت من مصدر لكن انت تظل في نوع من المجهوليه، وايضا المواقع ذاتيه النشر اللي ممكن اي شخص ينشر فيها ما يشاء مثل مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك هي لا تعد مصدر، وايضا من الامور التي يعني نقدر نحكي عنها كمثال، في هناك قاعده في ويكيبيديا تقول لك الادعاء الاستثنائي يتطلب مصادر استثنائيه، يعني مثلا انا اقول ادعاء مثلا عن نفسي مصعب مثلا اذكى طالب في كليه الطب فرضا، هذا ادعاء كبير او استثنائي، عشان اثبت هذا الادعاء لابد ان احضر عده مصادر متنوعة موثوقة لها هيئات تحكيم مثلا أو هيئات مراجعة للنشر حتى أثبت صحة هذه المعلومة. هناك مثلا زي قواعد أخرى مثلا يقول لك لا تستنتج للقارئ، يعني لو كان في مقدمة منطقية صحيحة ومقدمة منطقية أخرى صحيحة ما يصحش أنك تقوم بوضع استنتاج إلا لو كان هذا الاستنتاج مذكور في مصدر آخر. هلا ممكن عندي تعليق على النقطة هذه. هلا بداية عشان نكون واضحين، يعني كان الأساس، يعني هل نتحدث بالسؤال هذا عن ويكيبيديا العربية خصوصا ام الويكيبيديا عموما؟ لاسباب، ويكيبيديا العربية في لها استثناءات في بعض الامور، يعني مثلا في فكرة خاطئة مثلا عند الناس انه نشر المقالة على ويكيبيديا العربية ونشر المقالة على ويكيبيديا الانجليزية او نشر المقالات عموما على جميع الويكيبيديات او اضافة التعديلات على جميع الويكيبيديات الموضوع متساوي، الموضوع مش متساوي بتاتا للعلم، القدرة على انشاء مقالة في ويكيبيديا الانجليزية بتحتوي على اراء شخصية اسهل من ويكيبيديا العربيه، لانه المقالات في ويكيبيديا الانجليزيه تنشر مباشره، في ويكيبيديا العربيه المقالات يجب ان تراجع من قبل المحرر، هاي نقطه، بس الموضوع نسبي بسبب اخر، المقاله لو كتبت باراء في ويكيبيديا الانجليزيه تنشر بسهوله، ولكن تكتشف، يعني اخر احصائيه حكت في ويكيبيديا الانجليزيه تكتشف خلال 5 دقائق، بمقابل ويكيبيديا العربيه تكتشف خلال نص ساعه لمده ساعتين واحيانا تمتد لايام، يعني هاي الفكره، اي نعم النظام عندنا اصعب إنشاء المقالات اللي تحتوي على آراء شخصية، ولكن لو تم إنشائها
تقعد ممكن ايام وفي مقالات لسنين استمرت تحتوي على اراء شخصيه لحد ما صار محرر لمراجعتها. نفس الشيء يعني هذا الامور مثلا لو تحدثنا عن ويكيبيديا المصريه بغض النظر عن ارائنا في ويكيبيديا المصريه، ويكيبيديا المصريه حاليا ممكن تلاقي كثير مقالات عن شخصيات ممكن اي واحد فينا قاعد في القاعه حاليا يعني يتفضل على ويكيبيديا المصريه ويكتب مقال عن نفسه، ممكن ويكيبيديا الاذربيجانيه، ويكيبيديات كثير ممكن تدخل عليها وتنشر. بس الفكره زي ما حكيت نسبيه، عدد الناس اللي بتراجع مقابل باللود او الضغط اللي نازل عليهم يعني. فعشان هيك احنا في ويكيبيديا العربيه، انا بحكي لك عن الواقع، مقالات في مقالات تحتوي على اراء، هل المحررين عند مراجعه المقالات تتاكد من مصدر مصدر؟ صراحه بكذب عليك اذا بقول لك اه صراحه يعني، لانه لما احنا بنتكلم عن 150 شخص نشط شهريا في ويكيبيديا العربيه مقابل 100,000 شخص في ويكيبيديا الانجليزيه شهريا، فبنتكلم عن ضغط رهيب احنا على المستخدمين. هلا انا من الناس صراحه نادرا ما بتاكد من مرجع لانه بصير في نوع من التراست بينك او الثقه بينك وبين المستخدم. مثلا الزميل بشندة مش اداري في ويكيبيديا، بس لو بشندة يكتب مقاله سواء يعني حد فينا رجعها وراء او ما حدش رجعها، صار في نوع من الثقه انه بشندة بيكتب مقالات. هل تم اكتشاف مستخدمين حصلوا على ثقات عاليه وممكن نحكي بمصطلح يعني خان الثقه؟ نعم، في مستخدمين بعد سنين تم اكتشاف انه كتب كثير من المقالات وكان يحط اراءه الشخصيه فيها. احنا دائما بنحكي ويكيبيديا مبنيه على تطوع، يعني انا بالنسبه انا من الناس اللي بحب يعني بعد انشاء مواقع التواصل الاجتماعي لويكيبيديا العربيه كان اكثر شيء مميز انه الناس يجوا يبعثوا لنا المقاله الفلانيه فيها اراء شخصيه، المقاله الفلانيه فيها كلمات بذيئه، المقاله الفلانيه طبعا منشوره وتكون منشوره. بس كان تفاعل المجتمع عموما يعني صراحه مثلا يا نجيب لو شفت انت مقاله فيها اراء شخصيه ما عرفتش تتواصل مع ويكيبيديا العربية، الحل الأسهل بتلاقي في أيقونة في ويكيبيديا اتصل بنا في الإيميل الرسمي لويكيبيديا العربية. لو بعت الإيميل الأعضاء اللي بيردوا على الإيميل يعني أعضاء من بيننا متطوعين أصلاً، يعني إنهم الزميل بشندة، الزميل مصعب، أنا الزميل حلمي كان موجود بينهم، فهي نقطة أساسية. مجرد بعت لنا يعني صدقني يعني إحنا بنحب حدا يحكي عن الأمور هاي عشان نزيلها. أنا كثير ناس ممثلين الناس مشاهير اصلا كانوا يبعثوا في معلومات خطا، لما نتاكد لا انه معلومات خطا، بس ما بنحكيش انه هون الخطا مننا، لا يعني الموضوع جماعي وتشارك. احنا من دائما تعليقنا على صفحه الفيسبوك لما ناس تيجي تعلق انه في معلومه خطا، قبل ما اقول له طب انا بدي اعدلها بقول له تفضل انت عدل، يعني تفضل انت صلحها، لو صلحتها ما حدش راح يعني ما حدش راح يقول لك لا. يعني مشكله الناس بتعتمد انه في ناس بتطوع في ويكيبيديا هي اللي تصلح وهي اللي تعمل، يعني انا خلص علي اقرا. بس احنا بنقول لا، يعني سواء انت من حساب او من غير حساب وجدت خطا لغوي املائي، خطا في المعلومات، يعني ابسط الحلول ممكن تعدل انت، ما عرفتش تعدل ابعت لمواقع التواصل الاجتماعي، ما ردوش عليك مواقع التواصل الاجتماعي نتيجه الضغط ابعت للبريد. يعني ما عرفتش البريد يعني انا بشوف انه اقل شيء ممكن تعرف شخص مثلا انس بشندة شخص ويكيبيديا راسله، وصدقني هو راح يكون متحمس جدا انه يتفاعل معك. هو احد سمي احتجاج ولكن الشكاوى التي تصلني كثيرا هو قمت فعلا بالتعديل ولم يحدث شيء. للاسف نفس ما حكيت لك النقطه هاي مرتبطه بالضغط، هلا حاليا مرتبطه بالضغط. هلا ويكيبيديا العربيه نفس الشيء، الفرق هاي الناس اللي مش مفرقين عن الويكيبيديات الثانيه تقريبا. ويكيبيديا العربيه ويكيبيديا الوحيده المفعله بالكامل بنظام التعديلات المعلقه، اي تعديل في مقاله لا يظهر للقارئ العادي طبعا، بظل معلق لحد ما يجي شخص حاصل على صلاحيه محرر بيعدلها. هذا بعكس ويكيبيديا الانجليزيه الاسبانيه الفرنسيه وما الى ذلك، لو عدلت في الانجليزيه مباشره تعديلك بينشر يعني وبيظهر. هلا النقطه هاي زي ما حكيت لك مرتبطه بالضغط، يعني احنا حاليا التعديلات المعلقه لوين وصلت يعني لاي تاريخ؟ اخر تعديل معلق موجود عندنا حاليا ممكن تتكلم عن 376 يوم، تقريبا سنه كامله واكثر من سنه لم تتم مراجعته حتى الان. ليش؟ انا بحكي لك يعني نفس الفكره، يعني احنا 150 شخص مثلا، مش كلنا برضه احنا متطوعين بالنهايه، هاي المتخصصيه، ومش كلنا مهتمين بمراجعه المقالات. مثلا فرضا زميل حلمي مهتم في البوتات ومتابعه البوتات ومتابعه المشاكل الامور او امور التحرير، غير مهتم بمراجعه التعديلات المعلقه في الموسوعه، ولا يمكن لاحد اجبار الزميل حلمي على متابعه التعديلات المعلقه في الموسوعه. عدد المستخدمين المهتمين بالتعديلات المعلقه في ويكيبيديا العربيه حوالي 7 أو 8 اشخاص فقط ما بيتجاوزش. هلا انا شخصيا من الناس مثلا مهتم في التعديلات المعلقه في المشروع الوكيطن، لانه بلاقي انه يعني لانه صعب اني برضه الاحق كل التعديلات المعلقه، فبشكل يومي بتابع المقالات الطبيه اللي بيتم تعديلها على ويكيبيديا بشكل يومي او بشكل اسبوعي، بتاكد هل التعديلات صحيحه او غير صحيحه وبرفضها او بقبلها. كم عدد المهتمين بالتعديل؟ يعني احنا من 150 شخص لا يتجاوز 10 اشخاص. 10 اشخاص لا يتجاوز العربيه. انا بقول لك هاي الفكره بينه وبين ويكيبيديا الانجليزيه، ويكيبيديا الانجليزيه اي نعم التعديل ينشر مباشره، بس اكتشافه مقابل لما تحكي فيه 100,000 شخص
نشطين شهريا، اكتشافه سهل مقابل احنا يعني 100 شخص المتواجدين بالشهر. نعم يعني تأكيد ان الفكره احنا نظام مراجعه تعديلات معلقه سبب انها سبب منطقي وقوي في ذلك، احنا عدد المتطوعين قليل وبالتالي لما تحكي عن 900 فوق 950 الف مقاله في ويكيبيديا العربيه و150 شخص نشط شهريا هذا معناه انه مش كلهم يقدر يراجع، عشان لازم تكون التعديلات معلقه حتى يجي محلل خبير يراجعها. الحال هذا مش موجود في الانجليزي واللغات الثانيه لانه هم عندهم عدد المستخدمين نشط عالي وبالتالي هم يقول لك عدل على ويكيبيديا ما فيش مشكله ونعطيك الحريه. في عندهم اليات مكافحة التخريب أكثر تطورا من عندنا، مثلا عندهم بوتات تكافح التخريب، يعني أنت فتت على مقال وعملت تخريب حذفت نصوص في بوت يقوم باسترجاع تعديلاتك. مثل ما حكى عنه كمان على فكرة مهمة اللي هي فكرة قوائم المراقبة، إنه مثلا كل إنسان كل شخص في ويكيبيديا عنده اهتمامات معينة يقدر يراقب مقالات تتعلق بتخصصه بمجال اهتمامه، فهون بيخليك مثلا في ويكيبيديا الانجليزيه عدد الاشخاص اللي بيراقبوا المقالات اعلى بكثير من عدد الاشخاص اللي بيراقبوا المقالات في العربي، فهذا بيعمل يعني فجوه. بس نقطه اخيره حاب احكي عليها بخصوص الابلاغ، مثل ما تفضل على حكى عن معظم الطرق، في كمان طريقه اللي هي التقليديه انك تفوت على ويكيبيديا وتكتب الكلمه التاليه في مفتاح البحث، تحط واو با نقطتين رئيسيتين، اختار الاداريين. اختار الاداري، نفوت على الصفحه يجيك اختار حسب الحاله، مثلا في عندنا اختيارات للحذف والاسترجاع، مقاله محذوفه تحط طلب وتحط مبرراتك، مثلا هذه المقاله شخصيه مشهوره وتحط المصادر الخاصه بذلك وتنتظر رد الاداري. بس بس هي تعقيب، يعني هي الفكره انه انا شو ليش ما توجهناش لاختار الاداريين، مثلا بحكي عن شخص لا شو هلا انا بتكلم عن الواقع. هلا انا كعلاء لو دخلت على اي موقع سواء ويكيبيديا او غير ويكيبيديا لقيت مشكله في الموقع، اول شيء ببحث عنه بالموقع، هل في مواقع تواصل اجتماعي مذكوره باخر الموقع او هل في ايقونه تتصل بنا على الاقل، يعني هم الحلين المنطقيات لاي شخص. اما صراحه ممكن في مواقع بتلاقي المواقع موفر بلاتفورم انك تبلغ عن اي مشاكل فيها، بس كشخص ما بعرفش في الموقع ما عمريش استعملت الموقع صعب اني اوصل لهي البلاتفورم، فدائما بتوجه عن طريق يعني هي الابسط، يا مواقع تواصل اجتماعي يا ايميل يا اقرب شخص بتعرفه انت. يعني يعني كاين هناك جانبين مختلفين، الجانب الاول هو جانب الكم، فعدد انه يكون هناك 10 اشخاص في موسوعه فيها الاف وعشرات الالاف ومئات الالاف المقالات، يعني امر صدم لي شخصيا منصدم انه يكون يعني مئات الناس يحاولون ادراج تعديلات وهناك فقط 10 اشخاص الذين، هذا الجانب الكم. ولكن كاين كذلك جانب الجوده، او هؤلاء المحررين او الادمين او الناس الذين يقومون بتقرير او حذف او الغاء التعديلات، هل عندهم تكوين او يعني عندهم يخضعون لفلسفه او ساعطي مثال حتى اكون دقيقا، ساعطي مثال على هذا الاشكال. المثال هو بصفتي انا اشتغلت على تبسيط العلوم والمواضيع العلميه ساينس، يعني كاين مشكل كبير في التمييز ما بين المعرفه والمعتقد، او ما هو المعرفه الموضوعيه التي هي نفسها بالنسبه للجميع مهما كانت توجهك او دينك او ايديولوجيتك، وما هو موسوعي او موضوعي او معرفي الذي سيتفق عليه الجميع، مثلا درجه حراره غليان الماء هي نفسها سواء كنت مسلما بوذيا هندوسيا او ما تشاء، بينما المعتقد مثلا بان مريم العذراء مثلا ولاده المسيح او امور في الهندوسيه هي امور معتقديه، فالهندوسي قد يتفق معها اننا بعد الموت نذهب الى النفق الفلاني بعد الموت، والمسلم قد لا يتفق مع ذلك. مثال دقيق من صفحة الكعبة المشرفة في ويكيبيديا، قد تحدثت معك على هذا المثال منذ زمان، هناك فيش أو مربع يكون على اليسار في المباني المآثر أو المباني التاريخية، يكون فيه مثلا معلومات موضوع المفروض أن تكون موضوعية على هذا المبنى، من بناه، تاريخ البناء، المساحة، طول العرض إلى آخره. في مقالة الكعبة نجد مثلا الباني نقطتين الملائكة، فهذا يعني امر هذا معتقد وليس معرفه موسوعيه او موضوعيه. هذا الامر تاريخيا اذا رات التاريخ المقاله ستجد في الاول كان الباني نقطتين الملائكه، وبعدين بعد ذلك جاء هناك تعديل وقام احدهم بشطب الملائكه ووضع حسب المعتقد الاسلامي الملائكه، وتاريخيا العمالقه اللي هو امر كذلك معتقد اعتقد توراتي او معتقد مختلف، فيتم وتاريخ البناء يكتبون مثلا قبل ادم،
فهذه كلها امور هي ليست موضوعيه. اذا جاء شخص مثلا بودي او هندوسي او من اليابان او لا ادري، لا كلمه ادم لا تعني له شيئا. فكيف يعني هذا المثال، هل المحررون عندهم هذا الوعي بتمييز الموضوعي والمواد الموضوعيه والذاتي؟ وكيف يعني هل عندكم ميكانيزمات للتوعيه والتدريب المحررين حتى يكون عندهم هذا الحس؟ اعتذر على الاطاله. ما فيش مشكله. هو بالنسبه للمحررين حتى يراجعوا المقالات في معايير خاصه فيه، يعني في حتى تحصل على صلاحيه محرر في شروط معينه لازم تحققها. ارجع على قضيه المعلومات الموضوعيه، في نوعين من المقالات في ويكيبيديا، في المواضيع اللي تحكي عنها مثلا اديان، مثلا في وجهه النظر العامه اللي هي مثلا لو نحكي عن الله بالمفهوم العام تحكي لك عن الله في جميع الديانات، لكن في الله حسب وجهه النظر ايش الاسلاميه او حسب وجهه النظر المسيحيه، هون تحكي عن وجهه النظر الاسلاميه او المسيحيه او في دين معين عن هذا الموضوع. مثلا نحكي على مثال الكعبه، ما فيش ما يمنع في ويكيبيديا من اضافه اي معلومه لها مصدر عن هذا الموضوع، يعني نكتب في وجهه النظر الاسلاميه يقول لك الملائكه، لكن في وجهه النظر مثلا تاريخيه معينه باحث في كتاب معين ذكر انه اللي بناه شخص معين، ما فيش مشكله مين ذكر. فهي هي التفريقة، يعني في مقالات مثلا في مريم العذراء حسب المفهوم المسيحي، وفي مريم العذراء حسب مثلا المفهوم الإسلامي، وفي مريم كشخصية تاريخية. ففي تلاقي مثلا شخصية واحدة في عنا ثلاث مقالات أو أربع مقالات كل واحدة حسب وجهة نظر مختلف. ممكن نحكي على تحب اللي هي نقطة ببساطة ويكيبيديا بنحكيها دائما أينما توفر المصدر الموثوق المعلومة قابل للإضافة، إن هاي نقطة ملخص. يعني أنا بقول لك يعني كلامك اي نعم، يعني بس لما تيجي على ويكيبيديا احنا ما بنتعاملش مع ناس، ما بتقدرش تفرض انه الناس كلها متعلمه اللي بتساهم في ويكيبيديا، ومش شرط الناس برضه كلها جاهله اللي بتساهم في ويكيبيديا. يعني الموضوع واسع، يعني في معنا ناس انا الزملاء بيعرفوهم، في معنا ناس اداريين غير متعلمين اصلا، مش واصلين لتعليم للتعليم اللي يعني ممكن نحكي مش خاصين التعليم الابتدائي اصلا، بس بنفس الوقت الموضوع غير مرتبط في ويكيبيديا. انت عارف هي الفكره الاساسيه انه احنا متطوعين، هاي الفكرة الأساسية. هلا مثلا المشاكل اللي انت كنت بحكي لك عنها انه اينما توفر المصدر المعلومة، يعني كانت من احدى المشاكل الاخيرة كانت في مشكلة مقالة فيروز، كانت التاريخ ميلاد فيروز انه مواقع التواصل الاجتماعي بتذكر تاريخ والناس، وفيروز طلعت على التاريخ ثاني، والناس حتى انا استغربت فترة فيروز طلعت عايشة لسه، يعني فانه الناس بتذكر تاريخ ثاني، فصار تضارب، نوع من التضارب. هلا صار نوع ان الناس بتحاول تخريب المقال، تغير التاريخ، تغير التاريخ. كان الحل ببساطه يعني صراحه اتبعت اسلوب انه اينما توفر المصدر اذكر، دخلت على المقال عدلت القسم اللي هو بيتحدث عن حياه فيروز، تذكر بعض المصادر انه فيروز ولدت في التاريخ الفلاني، وحطيت المصادر المتوفره كمصادر موثوقه طبعا، يعني مع العلم مواقع التواصل الاجتماعي وما الى ذلك غير مواقع غير موثوقه بالنسبه لنا، وبعد ضفت فاصله وتذكر مصادر اخرى انها موجوده في كذا، وعند تاريخ الميلاد يعني لما تم حساب تاريخ الميلاد تم ذكر التاريخين برضو، يعني ببساطه احنا هيك بنحلها. يعني هلا زي ما حكيت انت الكعبه في وجهه نظر اسلاميه توراتيه مسيحيه، في ناس مش مأمنين فيها، تمام، يعني احنا ما بنقولش لا تفضل ضيف، يعني هيك بنحكيها. اي اضافه اذا كانت هناك بيانات اللي هي ذاتيه او حسب يجب كتابه حسب المعتقد كذا. ما هي صراحه ما بقول لك يعني كلامك صح لازم يتم كتابه حسب المعتقد، بس هي فكرة بتصير، يعني انه اللي كتب المقالة خطرت على باله يكتبها، ما خطرش على باله يكتبها، نسي، بيجي شخص ثاني فيما بعد زي ما حكيت انت بيعدلها. في بعض الاخطاء اللي بتحصل عندنا اخطاء بتكون تقنية مرات، يعني انا بقول لك يعني مثلا كان ظاهر عندنا بالنسبة للانبياء في مرة من المرات خطا يعني تقني، انه المهنة نبي، المهنة يعني نبي، فاحنا تخيل يعني استمرت لمدة سنة ونص واحنا مش منتبهين، يعني مع الضغط مش منتبهين لحد ما وصلنا رسالة انه انتم كاتبين عن داوود انه المهنة نبي، فيعني كان الموضوع يعني انه فانا استغربت ودخلنا مباشره كلامنا الزميل ابراهيم كان انه خلاص يعني المهنه نبي نخفيها، يعني ما تظهرش خطا هذا الشيء يظهر اصلا، فتم اخفائها ببساطه طبعا. بس في ناس استغلوا الفكره هي، شوف ويكيبيديا بتشوه فكره الانبياء وبتقول انه هم مهنتهم، يعني بتلاقي الموضوع لفلف وبالاخر نحن صرنا مغامره وابصر شو والكلام هذا كله. بس لو كان ممكن اريد فقط ان اعقب بالسؤال حول موضوع مهم ذكرتموه جميعا من الاول في ناحيه الاداره، هو متعلق بالمصادر الموثوقه. قضيه المصادر الموثوقه في نظري مساله نسبيه جدا جدا. لماذا؟ وهو في نفس الوقت ملاحظه وسؤال. مثلا العديد من البلدان عندها قنوات رسميه وعندها حكومات ومثل هذه الامور، وممكن تلك البلدان لا تكون حقا يعني فيها القنوات الرسميه تنشر معلومات صحيحه،
ممكن القنوات الرسمية التي هي تعتبر موثوقة هي في حد ذاتها تعطي معلومات خاطئة لسبب من الأسباب، سبب سياسي أو إيديولوجي أو إلى غير ذلك. فأنا سؤالي بالنسبة للإداريين، لو أنا كتبت مقال وأخذت هذا المصدر اللي هو بالنسبة لكم مصدر موثوق لغرض في نفسي عقوب، في نفسي أنا لكي أقول مثلا هذا الشخص أحسن شخص في العالم حسب القناة التلفزية في بلاده، هو في مصدر موثوق صحيح ولكن معلومة خاطئة، فكيف تتعاملوا مع هذا الأمر؟ طبعاً بتتكلم إن هو لو القناة رسمية سواء يوتيوب أو حاجة، لا إحنا مش يوتيوب، الموقع الحكومي، ماشي الموقع الحكومي، بس أنا أكيد عندي مصدر تاني، أنا لازم أدور على مصدر تاني يأكد لي المعلومة، يعني إيه أزود تأكيد المعلومة، توثيق المعلومة. أنا مش هاخد المصدر الأساسي اللي هو سواء كان موقع رسمي أو مجلة، لأنه ممكن يكون فيها افتراء، ممكن يكون فيها تزوير، ممكن تكون حقيقة الحقيقة وارد كله، فانا ممكن اضيف موقع مصدر تاني للتوثيق بزياده. انا يهمني قوي التوثيق، او مثلا نقطه صغيره انه مثلا بالنسبه للشخصيات في عندنا سياسه بتخص الشخصيات على قيد الحياه تتحكم في انه تكون المعلومه دقيقه بشكل كبير، يعني على مستوى التلفزيون الرسمي هي مصدر موثوق في ويكيبيديا لكن مش المصدر الوحيد. يعني مثل ما قلت ارجع للجمله قلتها، الدعاء الاستثنائي يتطلب مصادر استثنائيه، يعني تحتاج تبحث لمصادر اخرى عن هذه الشخصيه، فراح تلاقي ايضا نقد، والنقد يجب ان يضاف في ويكيبيديا. في شغله بسيطه بس احكيها، جميع الاراء تعرض في ويكيبيديا بشكل متساوي، لا ترجح لراي عن اخر، الذي يرجح هو عدد المصادر التي تدعم هذا الادعاء، والحكم بالنهايه للقارئ، ولا تعطي ويكيبيديا احكام ولا تتبنى مواقف. ليس من المفترض ان تقول ويكيبيديا ان هذا الراي هو الاقوى لانه معروف في التلفزيون الرسمي او لانه معروف في القناه الرسميه، ابدا. وشكل المعلومه يتغير، يعني نعطيك مثال، مثلا انس اذكى انسان في السويد مثلا، لو فيها ممكن الجملة تتغير، يعني من وأنس هو أذكى إنسان في العالم إلى وصرحت قناة السويد اليوم أنه أذكى إنسان في العالم مثلا، صياغة المعلومة تتغير. يعني يعني ببساطة أنا بحكي لك، يعني زي ما بيحكوها في الكبيدة الإنجليزية واي نوت، يعني الموقع الرسمي تبع اللي ذكرها بغض النظر هو افترى ولا ما افتراش، يعني أنا مش مشكلتي أدور وراء افترى ولا ما افتراش. إحنا في الكبيديا يعني بننقل المعلومه، بس انا مش راح والله، يعني هي فرح ممكن خاض الفتره الماضيه نقاش مشابه للموضوع هذا، انه بقدرش انا كويكيبيديا اجي احدد هل هذا الموقع موثوق ام لا، خصوصا في مواقع يعني صعب الكلام فيها، يعني اجي احكي الموقع الفلاني لا ممكن زور المعلومه، على اساس حكمت يعني مع احترامه برضه، لا بما ان الموقع الرسمي ذكر المعلومه ضيف المعلومه، وزي ما حكى حلمي اكتب حسب التلفزيون الرسمي فلان الفلاني تم وجدت معلومه ثانيه، مثلا موقع اخر ذكر الموقع الرسمي الحكومي افترى او يكذب، نضيف وصرحت مواقع اخرى بان المعلومه في الموقع الحكومي غير صحيحه ضيفها، بس ما تقوليش والله الموقع الحكومي انا شاك انه ببهر او بألف فبديش اضيف المعلومه او بديش اقبلها، لا مع احترامي، يعني انه معلومه منها مصدر موثوق انت مش غير مسموح لك تحكم هل هو موثوق ام لا. انا بس عايزه اوضح حاجه سريعه جدا، ان هم الاداريين مش مخولين ان هم اللي يراجعوا كل حاجه، لا احنا بنتكلم ان احنا 958 الف مقاله، حوالي النشطاء على مستوى الشهر كحسب الاحصائيات حوالي 5000، فطبعا في فجوه جديده جدا. الاداريين دلوقتي احنا حوالي 20 19 او 18، فالعدد بتاعنا قل جدا، فدول مش ممكن بس هو اللي يراجعوا، ان انت تراجع المقاله دي مهمه اي حد في ويكيبيديا. احنا اصلا قبل ما نبقى اداريين كنا ايه، كنا محررين، انا ما ينفعش ابقى اداريه كده وانا ما عنديش نشاط تحريري. تمام. حاجه ثانيه، فكره الاراء الشخصيه برده نفس الكلام، ان هي كل الناس، يعني انا لو وقعت عيني على مقاله انا بشوفها، لو فيها غلط انا بشيله، انا لسه مستخدم جديد داخل جديد مراجع تلقائي محرر، ملهاش علاقه خالص بالاداريين، ده بس تصحيح مفهوم. للاسف لم يبقى وقت كثير، ف مداخلة سريعة جدا جدا جدا، لأن عندي بعد آخر سؤال لو كان ممكن بسرعة رهيبة. يلا يلا. أوكي، عندي خلاص خلاص. عندي اعتراضين. أولا يعني الحكي اللي حكته ولاء حاليا وعلاء قبلها، إنه الإداري هو مجرد منفذ، وهذا هو الصح يعني، ولكن على ارض الواقع هذا ليس ما يحدث. يعني في اداريين واخذوا على عاتقهم انه يحذفوا مقالات ومن غير اي من, 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 من غير اي
غير اي استشاري اللي فرح هذا اولا. ثانيا اختيار الاداريين، انا هذه الحلقه فكرت انها عن الاداريين ولكنها صفت عن سياسات الموسوعه اللي مفروض تكون نقاش مفتوح للجميع مش بس للاداريين، وهذا خطا كبير كان في هذه الجلسه، يعني انه اسمها نقاش الاداريين ولكن صفت عن سياسات الموسوعه وكيفيه صياغة هذه واللي هي ليست محصورة في الإداريين. طبعاً الإداريين اللي عندنا يعني ما شاء الله مساهماتهم من أعلى المساهمات، وشيء طبيعي إنه يكونوا هم الناطقين بهذه المواضيع، ولكنها ليست محصورة على الإداريين، لأنه في طريقة اختيار الإداريين أنا عندي اعتراضات كبيرة عليها، إنها مجرد تصويت مع بدون ما يكون معروف من هو الشخص، ولما يكون في اعتراض يعني أنا مثلاً في كان ترشيح إداري بالفترة اعترضت عليه، ولكن كان في اعتراض واحد موثق بسبب اعتراضي على هذا الترشيح، ولكن لم يتم أخذه بعين الاعتبار وصار إداري وما زال يعمل نفس فرح يعني مش لم يتم أخذ بعين الاعتبار إنه على النظام اللي فوقي على رأيي النقطة الأخيرة بدأت على يعني مش لم يتم أخذ بعين الاعتبار. ضد موجود ضد، بس لما يكون واحد ضد مقابل 30 مع يعني اسمه تناسب بيصير الموضوع. لو اعتمدنا مثلا مبدا انه نحسب الاراء 30 مع واحد ضد صار 29 مع، يعني هلا برايكم منطقيا بغض النظر الشخص شو مكان 29 مع، يعني بدي ارفضه عشان هلا هيك الفكره بتصير. هي نقطه. هلا بالنسبه انا حكيتها باول كلامي، الكلام المكتوب في الموسوعه شيء والواقع شيء، يعني الواقع شيء. هي نقطه بالنسبه للاداريين انه اختياره مش اختياره ما الى ذلك. انا بحكي لك شغله انا احترامي، يعني انا لو جيت رشحت واحد من الشارع كاداري واحد ولا بيعرف يشوفه كبير، يعني والله الناس صوتت له الناس صوتت له مع وبغض النظر انه في ناس كان نفسها تصوت ضد بس ما صوتتش، انا مش مشكلتي. لو اجوا اتسلط في الموسوعه عليكم اتفضلوا، يعني افتحوا نقاشات حذف، افتحوا نقاشات ايش ضده، بس بما انه ما فيش حد واقف بوجهه فانت بالنهايه خلاص، يعني هو ما حدش موقف له. يعني أرجوكم أن نتوقف لأن الباص سوف يمشي وأنا أريد أن أمشي للنشاط الاجتماعي. فقط توضيح سريع جدا لفرح بالنسبة للمسألة التي تكلمت عليها، هي مهمة جدا وهي داخلة في النقاش الاستراتيجي. النقاش الاستراتيجي هو مختلف بعض الشيء، سيكون عندنا غدا حصة خاصة بالنقاش الاستراتيجية. هذه الحصة كانت متعلقة أكثر بالسياسات، ولكن كيف يتم اختيار إداريين وكيف تتم حوكمة أو حكامة المجال كله ستكون في النقاش الاستراتيجي غدا. فلم ننسى الأمر، ولكن يعني حاول أن نفرقهم على جزئين. وأنا متفق معك، ممكن يجب أن تكون هناك تغييرات، ممكن مثلا أنه الإداري لا يصبح فقط أن يكون كإداري شخص خبير في المحتوى، إنما كذلك حسن التعامل، لأن لا يوجد هذا الأمر، ولكن هذا الأمر كله يتم نقاشه في الاستراتيجية. فإن شاء الله ممكن أن نتمنى غدا. لو كان ممكن بقي 5 دقائق ونمشي للباص، فلو كان ممكن تغيروا الملابس وتكونوا جاهزين سيكون نشاط نشيط جدا.